وكذلك الأمهات والآباء ديال الطلبة ديالنا، ومرحبا بكم في فيديو جديد. دونك كيف مشوا معي في الأول، أخيرا المصلحة ديال المنح خرجت بلاغ وقالت لينا سيدي ها كيفاش غناخذوا لاكارت من حاجتي، وإمتى غنصرف المنحة أو إمتى غناخذوا الرزية ديال المنحة بالنسبة للطلبة والوليدات الجداد اللي يلا تقبلوا في المنحة بالنسبة للعام اللي قبلوا كيقراو في أول عام من التعليم العام. فهاد الفيديو هذا باش نبدا نركزوا عليها من دابا، دونك غتبع معايا باش تفهم شنو خاصك دير وشنو الحوايج اللي غتحتاج باش تاخد هاد لاكارت هادي، باش تجنبوا المشاكل. دونك كنهضروا على السيس، راه تقدر دير شي غلط ولا تختار شي لاجونس اخرى تولي في المشاكل، دونك ركزوا وما تزربوش. دونك السيت اللي غناخذوا منه ان شاء الله هاد الدراري هو السيت اللي كنا فيه دابا اللي هو غتلقاو هنايا، هذا هو السيت. دونك كتكليكيو عليه غير هكا راه غيدخلكم السيت ديالنا. دونك هو هذا غناخذوا فيه الموعد ديال لاكارت والمكان اللي غناخذوا هنا ان شاء الله والمكان اللي غنتوصلوا فيه بلاكارت من حاجه مزيان. دونك هذا هو السيت كيف قلت لكم. هنا سيدا دخل المسار ديالك، دونك كتكتب المسار ديالك هنايا، غتعاود تدخل هنا بطاقه التعريف الوطنيه ديالك، ومن بعد غتجي هنايا دير جو سوي بوا ان غوبو وغتكليكي على اوكي. دونك بالنسبه لهذه المرحله الدراري اللي هي المرحله الثانيه الخاصه لغاو الدراري غير شويه، السيس راه عليه الضغط، دونك غتسناو غيطلع عليكم اسيدينا لي طابليسمون ديالكم. غتكتب دونك كما كتشوفوا راه السيس عليه الضغط، خليه حتى الغدا ودخلوا راه غتلقاو مزيان. ما علينا، غتبقاو هنايا الدراري غتلقاو المدرسه ديالكم. هنا غتدخلوا رقم الهاتف ديالكم، دخلوا الرقم الهاتف يكون صحيح، رقم التليفون ديالكم غيكون صحيح حيت غتحتاجوه باش انستغرام دخلوا فيها لي زانفورماسيون ديالكم. بحال هادي شنو كتختاروا؟ كتختاروا سيدي الجهه اللي تابعين ليها، هنايا تابعين جهه كازا بلانكا سطاد يعني الدار البيضاء سطاد، وهنايا نتسناو سيدي باش يطلع علينا المدينه اللي غنختاروا فيها الوكاله البنكيه او المدينه اللي حنا فيها دابا، وهي اللي غتوصلوا بها ان شاء الله توصلوا فيها بلا كارت منحة ديالنا. نتسنى واحد شوي. دونك بالنسبه للتاريخ الموعد الاخوان راه هو يعني اقرب موعد هو نهار 1 نهار 28 باش تاخذوا لا كارت منحه هادي بالصاد، ومن بعد سيدي غنكليكي على اوكي باش ندوز المرحله اللي وراها. نتسنى واحد شوي. كذلك بما خدمنا السيج مزيان هاد المرحله سيدي، غتختار انت الوكاله البنكيه يعني اللي غتاخذ منها. مثلا حنا غنختارو الجديده بلاطو غير على سبيل المثال، ديجا خديتي رونديفو صافي راه مزيان نهار الصباح يعني سير مع الصباح الله يحفظكم. والموعد اللي اختاريتو نتوما مثال صافي، هنا راه تاريخ الموعد هو نهار 28 مباشره كتختار الوكاله القريبه ليك. تعطيوكم بي دي اف ديال هذا باش انكم تيليشارجيو، ما بغاش يتيليشارج عليكم ماشي مشكل، ماشي شي حاجه مهمه. وكما شفتوا معنا فهذه الطريقه باش انكم تاخذوا موعد من اجل استلام البطاقه البنكيه ديالكم من الحاتي، فما كاينش شي حاجه اللي صعيبه. وتنتمنى على ان الفيديو انه يكون عجبكم، وإذا كان عندكم شي تساؤل طرحوا عليه اسفل هذا الفيديو هذه. كذلك ما تنسوش انكم تشاركوه مع جميع الطلبه اللي تعرفوهم انهم انتريسي بهذا الموضوع هذا وبالنسبه ديال منحتي. وكما سبق قلت لكم فالمتدربين ديال التكوين المهني فهم ما معنيينش بهذا الموقع هذا. وكان هذا هو اهم ما جاء في الفيديو ديالنا ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.